نكمل مع حضراتكم، وعندي لقاء هام جدا الحقيقه من المانيا، كابتن محمد عبد العظيم عظيمه عبر سكايب. بما اننا بنتكلم عن بايرن ميونخ الحقيقه هنتكلم اكتر، وهيدخلنا بقى في كواليس ما يحدث والمانيا بيتكلموا عن بايرن ميونخ ازاي وبيقولوا ايه، والبطوله دي بالنسبه لبايرن ميونخ ايه. وايضا كابتن محمد عبد العظيم طبعا بما انه احد نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه فتره طويله في النادي الاهلي، ايضا لعب في اولسن الكوري الجنوبي، يقدر يكلمنا وحتى لو لقطات كده عن هذا الفريق، وهو عاش في المانيا طبعا فترات طويله جدا جدا. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ الو مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ الفل يا كباتن، وحشنا جدا. الله يخليك، انتوا اللي وحشنا جدا جدا طبعا، ومتشكرين جدا على المقدمه الجميله بتاعتك دي. يعني سعداء بوجود حضرتك معانا، ويعني دايما بتشرفنا وبتنورنا. حبيبي يا كابتن اسلام، انا سعيد جدا طبعا في قناتنا قناه النادي الاهلي. يعني ربنا يخليك. كابتن محمد برضو خليني اسالك عن، احنا لسه كنا بنتكلم عن بايرن ميونخ، واحد من اعظم الفرق اللي موجوده في العالم كله الحقيقه، متخيل ان هم او شايف حضرتك ان هم واخدين هذه البطوله ازاي؟ لا هو طبعا بايرن ميونخ تقريبا، مش تقريبا، لا ده اكيد ان هو طبعا من احسن الفرق اللي موجوده هنا في المانيا، طبعا زعيم الكره الالمانيه، اكثر تحقيق القابا، يعني زيه زي النادي الاهلي في مصر الصراحه، حتى طريقه اللعب تتشابه مع طريقه لعب النادي الاهلي، بيلعبوا 4-2-3-1. طبعا بايرن ميونخ الاكثر شعبيه كمان هنا في المانيا، وانما هم ليهم فلسفه معينه، او الكره الالمانيه ليها فلسفه معينه. هم الاول دلوقتي مركزين في مباريات الدوري، وعندهم لعبوا امبارح مباراه تقريبا مع هوفنهايم تقريبا امبارح او اول امبارح حاجه زي كده، كسبوا 4-1. عندهم الماتش اللي جاي تقريبا يوم الاثنين او الثلاث اللي جايين كمان في الدوري مع هيرتا برلين. هم الاول في الجدول، يعني هم في الاول في جدول الترتيب. فرقه بايرن ميونخ فرقه كويسه جدا، عندها طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام ان هم عندهم لعيبه على مستوى عالي، عندهم نويا، عندهم ليفاندوفسكي الهداف واحسن لاعب في العالم، عندهم مولر، عندهم كيميتش، عندهم بصراحه مجموعه لعيبه على مستوى عالي، كان في بيلعبوا في بايرن ميونخ او في منتخب المانيا. ايوه كابتن محمد، خلينا بقى نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي شايف مشاركته السته في مونديال الانديه ازاي؟ والله النادي الاهلي طبعا يعني نادي القرن الافريقي بالنسبه لي السادسه في تاريخه، معناها ان هو عنده خبرات مع اختلاف طبعا الاجيال، يعني عنده خبرات مع اختلاف الاجيال. يعني النادي الاهلي مش اول مره يروح، بالنسبه له مش جديده، بالنسبه للنادي الاهلي كنادي ككيان مش جديد، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي البطوله مش جديده علينا. فانا شايف ان شاء الله رب العالمين هنقدر نعمل بطوله كويسه جدا، مع ان احنا نلاعب طبعا فرقه الدحيل، فرقه كويسه جدا على مستوى عالي، عندها لعيبه على مستوى عالي. انما انا طبعا شايف ان جماهير النادي الاهلي هتبقى في مسانده قويه جدا للفرقه، وبدات تقريبا امبارح تقريبا كمان في المطار هناك في استقبال الفرقه في مطار قطر، استقبلوا الفرقه باستقبال يعني اكثر من رائع بصراحه. وطبعا استقبال الكابتن محمود الخطيب او اسطوره الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي. فانا شايف ان دي هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في البطوله، خصوصا ان اللي انا اعرفه ان تقريبا 30% من سعه كل استاد. مظبوط 30%، واحنا طبعا ما شاء الله يعني جماهير النادي مش في مصر بس، لا في كل حته في الدول العربيه، يمكن اكيد اجزم ان في كل حته في العالم. طيب كابتن محمد، حضرتك لعبت في اولسن الكوري الجنوبي، ويمكن اول بطوله دوري حضرتك خدتها مع يعني الفريق ده، لما خد اول بطوله دوري حضرتك كنت متواجد معاهم واحتفلتوا، وتالت اسيا ابطال الكؤوس. قول لنا برضو اهم مميزات الكره الكوريه الجنوبيه. والله انا طبعا يعني انا هكلمك دلوقتي عن الكوريان ليج او الكره الكوريه بصفه عامه دلوقتي، ان محدش يعرف كتير عن الكره الكوريه، انما الكره الكوريه هي في اخر 10 معلش قبل ما تكمل كلامك يا كابتن، حاطين لحضرتك صوره على الهوا كده، لو شايفها ما انت نفسك هتتفاجئ بيها. يعني لا للاسف مش شايف انا. عنده لما تشوف الحلقه بقى هتتفاجئ بالصوره دي، احتفالاتك بقى فريق اولسن الكوري الجنوبي وفوزكم بالدوري. ان شاء
طب جبت الصور دي منين؟ ده انا بدور عليها يعني. ما احنا بنتصرف برضو يا كابتن يعني، ما ما شاء هنبعتها الله لك. عليك، الاقامات النادي الاهلي ما شاء الله عليك، يعني حاجه اه تشرف بصراحه يعني. ربنا ف يخليك يا كابتن، اتفضل. بجد حاجه تشرف. فطبعا النادي نادي اولسان او الكوره اللي بنتكلم على الكوريان ليج في البدايه، ان هو دلوقتي اخر 10 سنوات هو الافضل اسيويا، ايوه هو الافضل اسيويا يعني. سبق الدوري الياباني، سابق الدوري السعودي كمان، فمحدش يعرف عن الكره طبعا الكره الكوريه كتير، انما طبعا الكره الكوريه بتتميز بالقوه والسرعه والناحيه الخططيه العاليه. انا بشبهها حتى ما لعبت هناك شبهتها بالكره الالمانيه فعلا، ايوه يمكن ما بيعتمدوش على المهاره الفرديه كتير، بيلعبوا الجماعيه، عندهم لياقه بدنيه عاليه، عندهم التزام تكتيكي وخططي طبعا، فده ممكن يفرق معاهم جدا في البطوله. انما انا شايف تتوقع ان تأهلهم يا كابتن محمد؟ اتفضل، لا انا شايف ان في مميزات يعني، في ايجابيات وفي اتفضل. سلبيات بالنسبه لفرقه قرصان. طبعا انا سعيد جدا يعني ان طبعا قرصان كمان متواجد في بطوله او في مونديال العالم يعني الانديه، لانه يعتبر برضو اكيد جزء من تاريخي انا شخصيا، والحمد لله بفضل الله عليا كان اول لقب يحرزه او يفوز به نادي اولسان، كنت الحمد لله متواجد مع الفرقه، واكيد طبعا ما كنتش لوحدي، اكيد الفرقه كلها طبعا قامت بالمجهود، كان جهاز فني واداري واداره كلها. وعلى فكره هم خدوا بطولتين بس منهم تقريبا سنه 96 و2005، وأولسان طبعا السبونسر بتاعها اللي هي هونداي، اكبر شركه او في كوريا، ومن اكبر 5 شركات موجوده على ما اعتقد يعني في العالم. طبعا ايجابيات أولسان انه طبعا فائز ببطوله دوري الابطال، ولعب اخر وفاز فيها المباراه النهائيه ضد الفريق الايراني، كسبه في قطر برضو، فدي ممكن تديله برضه من ناحيه انتعاش معنوي كده يعني، ايوه في تفاؤل انه راجع قطر تاني وممكن يكسب. انما السلبيات اللي احنا بنتكلم عليها، ان مع ان طبعا في ان الدوري الكوري قوي جدا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو من احسن او افضل الدوريات الاسيويه، الا انه في غياب دلوقتي، لانه بيبدا في شهر 3 وبيخلص في نهايه 11. وأولسان اخر مباراه لعبها اللي هي النهائي كان تقريبا 13 12 حاجه زي كده، يعني غايبين عن لياقه المباريات بقالهم حوالي 6 اسابيع. انا اعتقد ان هم في الفتره دي عملوا مباريات، طبعا عملوا طبعا فتره اعداد محليه فقط، كانت في مباريات وديه محليه فقط، فدي ممكن ما تساعدهمش كتير، بغض يعني بعكس دايما لما يكون ظروف غير ظروف كورونا. طبعا احنا بنتكلم عن ان احنا حاليا في ظروف كورونا، غير كده كنا ما عملنا معاهم فتره اعداد حوالي شهر كامل، كنا خارج كوريا قعدنا منهم 3 اسابيع في اوروبا، يعني كنا في بلجيكا احنا بلجيكا والمانيا، ولعبنا في فرنسا بلجيكا المانيا، ولعبنا في جنوب افريقيا كمان. الحاجات دي كلها كانت مباريات وديه، لان الفتره اللي انا كنت فيهم موجود معاهم كانوا ساعتها بيعملوا اعلان لكاس العالم كوريا 2002 اللي هي تقاسموها في 2002 كوريا ايوه واليابان. فانا شايف ان الاعداد ممكن ما يكونش يعني ايجابي بالنسبه لهم، يعني هيكون سلبي، مش هيوفروا المرحله في المباريات. انما في حته ثانيه ممكن نتكلم فيها، وهي التعطش للمباريات. يعني احنا برضو لو سنه 92 كان في بطوله اوروبا، كان في الدنمارك ويوغوسلافيا، يوغوسلافيا تأهلت، انما حصل ظروف حرب في يوغوسلافيا، فترشحت الدنمارك، كان حتى واخدين لعيبتها كانت واخده اجازه كلها، وكانوا كلهم اه يعني ورجعوا وصلوا النهائي جمعوا، اعتقد، ورجعوا وخدوا البطوله، خدوا البطوله كمان. ايوه صح خدوا البطوله. صح ده كان في تعطش. فهي الكوره، طيب الكوره دايما فيها يعني ليها ظروف معينه، وانا دايما يعني الكوره دي ما تعرفش تملكها ازاي يعني، اه تاني ما صعبه. تعرفش، بس صعبه، بس احنا طبعا بنحاول ايوه ناخد بالاسباب. كابتن عظيمة، اخيرا كمحاضر في الاتحاد الالماني، طبعا ابرز الحاجات اللي بتتقال على عن مشاركه بايرن ميونخ في بطوله كاس العالم للانديه، وايضا هل في كلام بيتقال عن النادي الاهلي وعن مشاركه النادي الاهلي؟ والله هم عملوا كذا تقرير بالنسبه للبطوله على في وجه عام، وطبعا الالمان ما بيسيبوش اي حاجه كده بتمشي يعني. فهو دلوقتي عمل تقرير
على النادي الاتحاد، وعمل تقرير على النادي الاهلي بصوره كويسه جدا. وطبعا كان في تقرير مفصل جدا برضو امبارح على مباراه بالميراس وسانتوس. يعني الناس ما بيسيبوش حاجه، ما بيسيبوش حاجه، بيتكلموا في كل حاجه، ما بيسيب بكل حاجه. لا يعني هو دلوقتي عارف ان هو دلوقتي واصل قبل نهائي، يا اما هيلاعب يا اتحاد يا اما النادي الاهلي، واحنا طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي. انا شايف ان هو هيبقى عنده مشكله كبيره جدا لو التقى مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي على مستوى الخبرات ومستوى الطريقه والعرب بصفه عامه بيعرفوا يتعاملوا كويس مع الالمان. خلي بال حضرتك، احنا لعبنا قبل كده مع بايرن ميونخ واتغلبنا 2-1، لكن في الدقائق الاخيره يعني. في الدقائق بس الجمعه قبل كده يعني كان جو قبل كده تقريبا في الثمانينات، كنت انا صغير ساعتها، كسبنا تقريبا 2-0 في السبعينات بقى كسبناهم يعني. لا الكلام ده كان في الالفينات قريب يعني، لكن انا بتكلم في السبعينات كسبناهم، في الثمانينات بقى حضرتك بتقول لنا اهو. فاحنا لا وهو حتى كمان احنا كعرب شمال افريقيا، عرب شمال افريقيا بيعرف يتعامل كويس جدا مع الكره الالمانيه. يعني تقريبا الجزائر لعبتها سنه تقريبا 78 او 82 حاجه زي كده، تقريبا الجزائر كسبت 2-1 تقريبا الاخضر بلومي حاجه. فهم دايما ما عرفوش يتعاملوا مع الكره العربيه اللي هي الافريقيه شمال افريقيا، بس كان احنا موجودين طبعا مصر وتونس والجزائر والمغرب والدول دي. فانا شايف ان شاء الله مش عايزين نفكر دلوقتي في بايرن ميونخ، احنا عايزين نفكر الاول ان احنا مباراه الدحيل مباراه كويسه جدا، كويسه جدا جدا جدا. عندهم مدربهم صبري لاموش على مستوى عالي، بيلعب بطريقه 4-4-2، مدرب كويس يعني، مدرب كويس، عنده لعيبه كويسه، برازيلي دودو، وعنده كمان بن عطيه اللي هو كان مهدي بن عطيه. مهدي لعب في يوفنتوس، لعب في مارسيليا، واخر حاجه طبعا لعب في بايرن ميونخ، لعيب على مستوى عالي طبعا. انما انا شايف ان احنا ممكن يعني بفضل الله، وطبعا نقدر وفضل الجماهير اللي موجوده هناك هنقدر نتغلب عليهم، مع ان انا شايف ان هو المباراه صعبه. طيب اخيرا كابتن عظيمه، توقعاتك ايه بقى لمستوى البطوله بشكل عام كمدير فني كبير يعني؟ البطوله من الناحيه الفنيه يعني ولا تنظيميا ولا ايه؟ لا من الناحيه الفنيه، حضرتك عارف تقريبا معظم الفرق يعني، اولسان حضرتك عارفه، بايرن ميونخ عارفه، الاهلي عارفه، بقيه الفرق المتبلبلات طبعا كلنا عارفينه. هو طبعا يعني انت عارف ان الكره الامريكيه من اول المكسيك كده لغايه الارجنتين تحت يعني ليهم فلسفه معينه. ايوه اللي هم بيلعبوا اللي هي فيها عنف شويه من الناحيه الدفاعيه زائد الضغط في كل مكان. اللي بيساعد الكره البرازيليه في ان هم عندهم العنف وعندهم القوه، زائد ان هي المهاره بتاعتهم بداوا يعني المهاره بتاعتهم بتفرق عن الدول الثانيه زي المكسيك. يعني المكسيك برضه فرقه كويسه ومحترمه وكل حاجه، انما ما تعرفش تتعامل كويس جدا مع البرازيليين. انما البرازيليين بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا، ليهم فلسفه خاصه. الكره الكوريه لها فلسفه خاصه، الكره العربيه بتاعتنا او النادي الاهلي ليه فلسفته الخاصه. طبعا المدرسه الالمانيه اكيد احنا كلنا طبعا عارفينها، اللي هي الالتزام والتكتيك العالي والحاجات دي كلها. فانا شايف ان البطوله ان شاء الله رب العالمين يعني اللي هيساهم في نجاحها هو وجود الجمهور المصري، لان احنا انت حضرتك عارف طبعا ان الجمهور الاهلي جمهور الاهلي طبعا يعني واكيد او جمهور الاهلي يعني عندك حق طبعا، لان انا في اعرف كتير جدا لما اشتغلت في الدول العربيه اعرف ناس من يعني غير مصريين كانوا فعلا برافو عليك يعني بيشجعوا الاهلي يعني، فاحنا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي يعني. تمام. انا شايف ان البطوله هتبقى حاجه كويسه جدا وان شاء الله تساعدنا فيها. وانا طبعا كنت سعيد جدا ان انا لما قريت طبعا اخر تصريح لموسيماني لما قال البطوله صعبه انما احنا ممكن نفوز بيها، فطبعا عمل بريق امل كده ان احنا ليه لا نخش بالبطوله، بس طبعا ناخد ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه. نبدا الاول ان شاء الله نركز في المباراه اللي جايه اللي هي مباراه الاتحاد، وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين. بالمناسبه واحنا بنلعب بايرن ميونخ في 77 اللي كسبنا الاهلي، كسب بايرن 2-1، كابتن شريف عبد المنعم جاب الهدف الاول وكابتن خطيب جاب الهدف الثاني. يعني احنا برضو بعد ما نغير انا حضرتك هيكون معانا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، فصدفه حلوه يعني. طبعا طبعا يعني سلامنا ليه طبعا، تحياتنا ليه وتحياتنا طبعا لجيل السبعينات اللي هو يعني برضو يعتبر جيل الذهب للنادي الاهلي يعني برضه. كل اجيال النادي الاهلي اجيال ذهبيه واجيال جميله، وكل جيل ليه رونقه. فعلا فعلا.
برافو عليك يعني. وانا كنت انا كنت عايز برضه اقوله ان مش جيل، مش جيلكم يعني اسلام ابو تريكه وانت وعماد متعب، دول طبعا جيل بقى بيأدوا للنادي الاهلي كتير. لا لا طبعا طبعا برضو طبعا، جيل السبعينات وقبل كده جيل الستينات والخمسينات، من اول لما نشأ النادي الاهلي كل واحد في الاجيال دي كلها اكيد يعني بنى طوبه في النادي الاهلي او بنى حجر اساسي. اجيال بتسلم بعض يا كابتن عظيمه دايما من 1907 وحتى الان. ما شاء الله عليك. طبعا ان شاء الله رب العالمين ودايما كده، ونفضل دايما نادي القرن. ولغايه دلوقتي احنا، لغايه دلوقتي احنا برضو في الالفيه اللي هي الالفيه الجديده. أيوة. احنا برضو ما زلنا الحمد لله برضو نادي القرن. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، شرفتنا ونورتنا واستمتعنا الحقيقه بوجودك ولقائك. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك معانا. انا متشكر جدا طبعا، وبشكر فريق العمل. شكرا. شكرا جزيلا الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه، نجم النادي الاهلي السابق.